تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر ينادي نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري الرحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. اليوم نحاولوا نحلوا اكزامان تاع لا جيو ستاتستيك اللي فوتوه طلبه ماستر دو اوي انفيرونمون او المحيط في كليه علوم الطبيعه والحياه بجامعه الجلفة. هاد الاكزامان نقراوه قبل ومن بعد. نحاولوا دائما حنايا اننا كي نرفدوا نقراوا الاكزامان لازم نعرف نرفد. يقول لك فهموا السؤال نصف الجواب، يعني مادام ترفد لي دوني مليح تعرف واش راك راح ترفد، تحطهم في وفي مسوده وتعرف تعرف السؤال على واش راه يعطيلك، خلاص الاجابه تجيك سهله، ماشي حاجه صعيبه. الو يعني ليكزام واش قال لك؟ قال لك لا بيزوميتري دون ناب دو سو تيران مونتر ان فاريوغرام سفيريك. يعني كلمه فاريوغرام سفيريك هذه نروح نلونها ولا نروح نحطها بطريقه ورقه في ورقه مسوده، لانني راح نحتاج القانون تاع فاريوغرام سفيريك. صح افيك انيزوتروبي جيومتري يعني اتجاهات مختلفه لا ديريكسيو دو ميلور كونتينيتي يعني الاتجاه نتاع الاستمراريه نتاع الاستمراريه المكانيه هو في جهه 30. صح لي بارامتر دو موديل يعني خدمتنا رانا راح نخدموا على 30. لي بارامتر دو موديل اش عطالي؟ عطالي لي في دو بي بي تعطالي سي 0 10، عطالي البالي سي 20، اعطالي عندك لابورتي ما عطاهاليش اكزاكت، اعطالي لابورتي لا جروند بورتي عند الزاويه 30 كانت 50 متر ولا بتيت بورتي عند الزاويه 120 كانت 25 متر. ثاني وزاد اعطالي لي كوردوني يعني احداثيات النقاط ثاني معاهم لور بيزومتري يعني كل نقطه واحداثيات تاعها معاها ثاني البيزومتري تاعها في هذا الطابلو يعني الاكس ان عطالي الاحداثيه تاعها في الاكس وفي الايكغ يعني في معلم متعامل متجانس القيمه تاعها في جهه الاكس والقيمه تاعها في جهه الايكغ وعطالي لا بيزومتري تاعها. عطاهم لي كامل مي الاكس 0 ما عطاليش لا بيزومتري لانني رايح نحسبها. الو في السؤال قال لك من بعدها قال لي لو سيستيم دو كريجياج اوردينار يعني خدمه نتاعي راني راه نخدم انا لانه اغلب الوقت كنتو تخدموا بالكريجياج اوردينار كاين كريجياج سامبل نخدموا حنا بالاوردينار. الاوردينار عطالي هذا المصفوفه المصفوفه لكنها فيها مجاهيل يعني ا بي سي دي يعني مجاهيل اناني لازمني نروح نعمرهم. صح قال لك il s'agit donc d'estimer par كريجياج دو فيزيومتر او بوان اكس 0 يعني قال لك راني رايح نخدم عن طريق الكريجياج هذا بالنسبه للنقطه المجهوله ذات الاحداثيات 100% والنقاط المعلومه الاخرى واللي هما هذا اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 هذو اللي راهم هنا في اللامدا. السؤال هو قال كومبليتي لا ماتريس يعني عمر لي في بلاصه الا والدي والبي والسي والاو والجي والاش واش كاين والام واش كاين. السؤال الزاوج قال لك ريزول في سات ماتريس اون كالكولو لي بوين دو بونديراسيون لامدا اي يعني واش معناتها؟ قال لك احسب لي لامدا ان لامدا دو لامدا 3 لامدا 4 هذا ثاني يتحسب عن طريق الماتريس. السؤال اللي من بعده قال لك استيمي زاد زيرو ملي نحسب انا لامدا لامدا دو لامدا 3 لامدا 4 نروح نقدر نحسب زاد زيرو. ومن بعد قال لك كالكولي لا فاريوس يعني التباين تاع الكريجياج مادام عندي اوردينار راه عنده قانون معين بالنسبه للاوردينار عنده قانون معين. ومن بعد قال لك استيمي لانترفال دو كونفيونس يعني مجال الثقه زاد زيرو. كي نحل لي تحسب نتايا هكذا قال لك انتربريتي فو ريزولتا يعني قال لك فسر هذا النتائج اللي راك لقيت منها. السؤال السادس قال لك الا كان انا موديفيت قيمه الزاد والزاد يعني البيزومات زاد 3 زاد 4 يا هل ترى يعني راح يتغير لي حاجه في النظام تاع الكريجياج ولا ما يتغيرش؟ الا كان يتغير جستيفي يعني برر، الا كان ما يتغيرش ثاني برر. السؤال السابع قال لك احسب لي زاد زيرو بطريقه واحده اخرى عن طريق لانفيرس دو ديستونس دي كاري عنده ثاني قانون معين. من بعد في الاخر السؤال الثامن قال لك قارن بين النتيجة اللي لقيتها عن طريق لانفيرس دو ديستونس دي كاري وعن طريق القانون هذا اللي لقيته في الاول في رقم ثلاثة.
لي دوني عطالك دي ا واش معناتها هضره دلتا ا طالق قيمه تاعو دلتا 2 قيمه تاعو دلتا 3 قيمه تاعو دلتا 4 قيمه تاعو دلتا 5 قيمه تاعو هذو راهم يتحسبوا بلا ماتريس استاذ راح سهلها لك نروح مباشر للحل لا كوريكسيون يعني بلا كومبليت تاع الماتريس شوفوا لا ماتريس ها هي وين راهي عندنا هنا هذه هي لا ماتريس تاعنا لا ماتريس هذه القيمة 30 راهي جاية في واحد واحد كي نقولوا هنا هذه جاية في واحد زوج الأ هذه واحد ثلاثة واحد ربعة واحد خمسة يعني وش معناتها؟ معناتها جاية في الخانة الأولى الخانة الأولى بالنسبة للأسطر والخانة الأولى بالنسبة للأعمدة هذه الخانة الأولى بالنسبة للأسطر والخانة الثانية بالنسبة للأعمدة هذه جاية في الخانة الأولى بالنسبة للأسطر والخانة الثالثة بالنسبة للأعمدة وهكذا هذه نروح نشوف هذه مثلا جاية في الخانة الثانية بالنسبة للأسطر والخانة الأولى بالنسبة للأعمدة وهكذا يعني هنايا زوج واحد زوج 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 ثلاثة زوج ربعة زوج خمسة هذه ثلاثة واحد ثلاثة زوج ثلاثة 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 ربعة ثلاثة خمسة هذه ربعة واحد ربعة زوج ربعة ثلاثة ربعة 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 خمسة هذه ربعة واحد ربعة هذه هذه خمسة واحد خمسة زوج خمسة ثلاثة خمسة ربعة خمسة خمسة صح ألو عدي هنا هذه جاية في الواحد زوج وهذه في الزوج واحد هذه يقول لك نفسها علاه هذا القيمة اللي نلقاها هنا هي نفسها هنا علاه لخطرش عن طريق لاسيوم سيميتري لأن لا ديستونس بين الواحد والزوج والزوج والواحد هو نفسه البعد بين النقطة واحد وزوج والنقطة زوج وواحد هو نفسه لأن راني احنا نحسبها عن طريق لا ديستونس معناها إذن أول حاجة اللي راح نحتاجها راح نحتاج المسافة بين النقطة واحد وزوج إذا المسافة بين النقطة الواحد والزوج نروح نعين هذه النقاط هذه وهذه 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 نعينهم أنا نشرحكم غي واحدة ومن بعدها الأخرين راكم تولوا تحسبوا طول بلا ما تروح ترسم نروحوا مثلا نعينوها في معلم متعامد ومتجانس نشوفوهم مثلا ها معدنا احنا في معلم متعامد ومتجانس هاني عينت النقطة رقم واحد عفوا هاي وراهي عينت النقطة رقم واحد هاني عينتها هنا عفوا هاي هنا النقطة رقم اثنين هاي وراهي إذن أنا راح نشوف المسافة بين الواحد والزوج كي نعود نشوف هاي وراهي شكلت لي مثلث قائم ها هو راه إذن هذا بين الواحد والزوج راه وتر صح ولا لا الوتر طول الوتر هذا وشني هو مربع الضلع هذا زائد مربع الضلع هذا داخل الجذر يعطي لي طول الوتر هذا إذن نروحوا نشوفه مباشر يعني في لا كوريكسيون هاني يعني حسبت انا لا ديستونس قلنا 95 ناقص 80 هم عندي هنايا في الاخرى 95 ناقص 80 و105 ناقص 90 95 ناقص 80 لقينا 15 و105 ناقص 90 لقينا 15 درناهم بالتربيع ودرناهم داخل الجذر خرجت لي المسافه بين الواحد والزوج راهي 21.2 متر ونقدروا نكتبوها المسافة بين الزوج والواحد هي 21 لأنه نفسه تبديلي بقات لنا حكاية الزاوية الزاوية اللي راح نحسب بها أنا علاه احنا راح نحسب الزاوية اللي راح نحسب بها نشوفوها نعاود نرجعوا للبرنامج هذا الزاوية هذه القطعة المستقيمة اللي راح نرفدها نحطها هنا في المركز نرفدها قبل هنا نعرف الزاوية والله نفهمكم فيها هنا ومن بعد سهل أنا راح نحوس الزاوية هذه اللي بين هذا القطعة المستقيمة المائلة وهذا العمود يعني هذه الزاوية هي اللي رايح نحوس عليها أنا كون نرفد القطعة المستقيمة هذه ونحطها تحط لي كيما هكذا هاي في معلم هكذا متعجز تولي لي تبان لي كيما هكذا معناها الزاوية اللي منا لنا هذه الزاوية كيفاه نلقاها نلقاها عن طريق الكوتوجونت الكوتوجونت هذا وش يقول لك الظل ولا كذا يقول لك هو القيمة يعني كي تعود تلاحظ فيها قلنا 90 80 يعني القيمة المجاورة على القيمة المقابلة يعني 95 ناقص 80 على 105 ناقص 90 لقيت النتيجة اللي نلقاها نروح ندير بالآلة حاسبة دوزيام فونكسيون نروح للطونجون تعطي لي مباشر الزاوية هذه عن طريق الآلة حاسبة نهار اللي لقيت الزاوية أنا الزاوية اللي راح نخدم بها مش هذه هي أنا يا الخدمة نتاعي راهي مباشر دائما كون نروح نعين أنا النقاط لي بورتي
نجي المعلم متعامد ومتجانس نخدمو كيما هاك، نروح نعين لا غروند بورتي ولا بتيت بورتي. كي نعين لا غروند بورتي عند الزاويه 30 قال لي راهي كانت تساوي 50، وعند الزاويه 120 قال لي راها كانت تساوي 25. ها هو يقول لك 0 90 90 180 270 360، يعني على حسب الدائره. حنايا ها عطانا قال لك منا لنا حتى لهنا هاي كانت ولات تساوي 25، منا حتى لهنا كانت تساوي 50. انا القطعه المستقيمه اللي قبل راح ترفدتها راني حطيتها هنا، الزاويه اللي راح نخدم بها هي اللي بين القطعه المستقيمه ولا جروند بورتي. دائما الخدمه تاعي عن طريق لا جروند بورتي. إذن انا واش رحت حسبت قبيل، حسبت لا طونجونت يعني الزاويه اللي بين العمود هذا وهذا القطعه المستقيمه، واش قلت حقا قلت المجاور على المقابل، حسبتها لقيتها 45. وانا عندي الزاويه اللي من هذا لهذا عندي 30، وعندي من هذا لهذا 45، يعني 45 نقص منها 30 نلقى الزاويه هذه اللي راح نخدم بها. ما فهمتوا الفكره؟ يعني 45 ناقص 30 تلقوا 50. اذا ما دام راني رحت حسبت ال 50، نروح نحسب الاخر، نروح نحسب سموه لابورتي عند الزاويه ال 45 عند القطعه المستقيمه، يعني وراه عفوا راح نحسب لابورتي هنا وشحال يعود، تعود الزاويه 45 وشحال يعود لي لابورتي. هذا اللي راح نحسب به انا القانون تاع لابورتي. واش يقول لك عند الزاويه 45؟ يقول لك الاجي على لا غروند بورتي في لابتيت بورتي على جذر لا غروند بورتي مربع في الكوسينيس مربع، الكوسينيس تيتا مربع زائد لابتيت بورتي عفوا هنا لابتيت بورتي عفوا 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 هنا لابتيت بورتي مربع في الكوسينيس تيتا مربع زايد لا غروند بورتي مربع في لاسينيس تيتا مربع، يعني هذو كامل تحت الجذر، وهذا نضرب هذه في هذه نقسم هذا تحت الجذر. اذا انا عندي لا غروند بورتي 50 اعطاها لي في التمرين، وعندي لابتيت بورتي 25، وعندي هنايا في القانون جذر لابتيت بورتي يعني 25 مربع في الكوسينيس، هاي الزاويه لقيتها 15، يعني في الكوسينيس 15 مربع زايد لل 50 في السينيس 15 مربع. يعني واش دير هنا تحت الجذر؟ الكوسينيس تروح دير 15 وتروح دير كوس، ومن بعد تربعها، ومن بعد تضربها في التربيع 25 تحط القيمه، ومن بعد دير 50 يعني باه تحسب باه تدي لك ما تديلكش الوقت لان الاله حاسبه ما كانش اغلبيه عندهم اله حاسبه عاديه. والاخرى دير سينيس 15 يعني دير 15 دير سينيس ودير لها تربيع وتضربها في 50 مربع، النتيجه هذه تجمع مع النتيجه هذه، بعد تجدرها تحطها في الافرام لا ميموار، بعد دير 50 في 25 تقسيم هذاك الجذر تلقى النتيجه. النتيجه لقيناها حنايا 45.62 مباشر. اذا انا راه ولا عندي لقيت لا ديستونس هو 21، لقيت لابورتي هي 45. اذا نقدر نروح نحسب انا الفاريوغرام هذا اللي قلنا باللي راه البي يساوي الا هو عند الفاريوغرام 1 1 زوج عفوا. القانون تاع الفاريوغرام سفيريك واش يقول لك؟ مادام عطالي سي 0 نقولوا سي 0 زائد سي 1 في 3 على 2 في اش على ا ناقص 1 على 2 في اش على ا مكعب. انايا قبيل كنا نحتاجوا الاش والار انا حسبناه، ما نحسبنا هذه الا وهذه الاش، يعني حسبنا كلش يعني صح. اللي في دي بي تعطاه لي 10 في التمرين كون تشوفوه، البالي عطالي 20، هذه 3 على 2، هذه 21 هاني حسبتها هنايا، هذه 45 هاني حسبتها هنايا، ناقص هكذا طبقت القانون برك خرجت لي النتيجة 22.94. يعني قيمة البي هي نفسها قيمة الا، وهي نفسها قيمة الفاريوغرام عند لا ديستونس 1 و2 واللي تساوي 22.94 متر كاري صح. السي نروحوا للسي، نروحوا للسي عفوا. السي وين راهي جاية؟ السي شوف كي تعود تلاحظ فيها، كي تعود تلاحظ فيها السي برك، السي راهي جاية هنا في زوج زوج صح ولا لا؟ لا يعني لا ديستونس نتاعها زوج زوج شحال؟ صفر. هنايا هذه وراهي جايه في 3 3، هذه جايه في 4 4، هذه
جايه في واحد واحد، يعني راهم يتساووا عن طريق لا سيميتري، لانه لا ديستونس تاعهم كاع صفر. اذا السي راح تساوي 30 مباشر، يعني هاي وراي السي تساوي 30. الدي نروحوا نشوفوا الدي، ها هادي جايه وشحال في واحد ثلاثة، نروحوا نشوفوا 3 1 شحال، هاي 3 1. اذا الدي راح تساوي 27، 3 1 واحد ثلاثة، حقي قلنا كيف كيف تبديلي صح. نروحوا للأو، الأو راها جاية، الأو راها جاية في زوج ثلاثة، نروحوا نشوفوا ثلاثة زوج، ثلاثة زوج ثلاثة، هاي راها ثلاثة، عفوا واحد زوج ثلاثة، ثلاثة زوج، هاي راها ثلاثة زوج، يعني الأو راها تساوي 18. نروحوا نشوفوا جي، جي مباشر اصلا الفاريوغرام الاوردينال لتحت دائما تلقى واحد واحد واحد، هنا تجي هنا جي تساوي واحد، وهنا تلقى دائما تلقى الصفر تساوي صفر. قالت لي حكايه الام، الام هذه تتحسب عد من عد من عد المسافه ثلاثه، وهنايا هذو القيم راهم بالزيرو، نقول لك ثلاثه زيرو، يعني بين النقطه المعلومه رقم ثلاثه وبين النقطه المجهوله رقم زيرو، سي سي زيرو. إذا نروحوا نحسبوها عفوا الآن، ها عندنا قلنا عد 3 0، القانون نتاعها نفس القانون اللي قبيل، رايحين نحسبوا لي ديستونس. إذا 3 0 نروحوا نفس بنفس العلاقة اللي قبيلتي كنا نخدموا بها، وراه 3 0 يعني 100 ناقص 3 وشحال؟ 3، والله نقولوا 103 ناقص 100 كيف كيف؟ يعني هام الفرق بين ال 103 وال 103، والفرق بين ال 104 وال 104، يعني 3 مربع زائد 4 مربع، ندخلهم تحت الجذر نلقاو المسافة بين 3 والإكس 0، واللي رانا حسبناها هنايا خرجتنا 5. الزاوية نفس الفكرة اللي قبيل، ها هذه والله هذه نفس الفكرة، نقولوا 103 ولا 100، هذه ناقص هذه والله هذه ناقص هذه، نقسموها يعني هذا المجاور على هذا المقابل، النتيجة اللي نلقاها نروح ندير دوزيام فونكسيون تخرج لي الزاوية. نهار اللي تخرج لي الزاوية أنا مباشر تخرج لي الزاوية، يعني عندي هنا 30 وأنا لقيت الزاوية عند القطعة المستقيمة الزاوجة نتاع 3 0 لقيتها 36، يعني 36 ناقص 30 نلقى المسافة بين القطعة المستقيمة نتاع 3 0 ولا جروند بورتي اللي راهي 50 متر. ها انا درنا 36 ناقص 30 خرجنا 6 فاصل. نروح نحسب بنفس الفكره اللي قبل، نحسب لابورتي عند الزاويه هذه. اذا ها هو نفس القانون اللي قبل، ا جي في الابي على الجذر، الابي مربع كوسينيس مربع تيتا زائد ا جي مربع في السينيس تيتا مربع، يعني ها هو 25 في 50 في 25 على 25 مربع في الكوسينيس، هاي الزاويه اللي لاقيها انايا. نهار اللي نحسبها انا لقيت انا الأ لقيتها 48، اذا الأ عندي 48، الاش عندي 5، نروح نحسب مباشر الفاريوغرام بنفس العلاقه اللي كنا نحكيو عليها قبل، يعني سي 0 زائد سي على 3 على 2 في اش على ا ناقص 1 على 2 في اش على ا مكعب يساوي 10 زائد 10 20 هكذا، وهكذا نحسب حتى نلقى النتيجه التاليه اللي لقينا الام تساوي 13.5. نهار اللي نعمروها النتيجه هاي تتعمر لي بهذا الشكل قاعدين، يعني درت القيم ونحيت المجاهيل اللي راهم عندي في هذا الاكزرسيس. نروحوا نشوفوا السؤال او السؤال الثاني. صح نروحوا لا دوزيام كاستيون، واش قال لك سؤال زاوج؟ قال لك احسب لي اللامدات، لامدا ان لامدا دو لامدا 3 لامدا 4. القوانين تاع اللامدا عن طريق الماتريس يقول لك لامدا ان هو دلتا ان على دلتا، لامدا دو هو دلتا دو على دلتا، لامدا 3 هو دلتا 3 على دلتا 3، لامدا 4 هو دلتا 4 على دلتا، والمي هو دلتا 5 على دلتا. نروحوا مباشر نحسبوا كي نخرجوا الماتريس، هذا الماتريس نمحي هذون، هذون نتمحاو كاع، نحتاج انا قا هذون برك اللي راح ننسخهم نحطهم هنايا، ونزيد نعاود ننسخ نفس القيم.
نفس القيم عندك نمحي العمود الأخير، يعني واحد واحد دائما نمحيه، يعني العمود الأخير يتمحى باش نختم على لا ماتريس تاعي. أي حاجة معناها كيعودوا عندك خمس أعمدة من تعاود تنسخهم بالصح، العمود الخامس ما ديروش. كون عاد عندك ست أعمدة دير منها ستة، ومن هي دير خمسة، السادس ما ديروش، وهكذا. ومن بعدها نروحو نحسبو، لأنه دلتا أن دلتا دو دلتا تروا دلتا كات دلتا سانك راه عاطيلي القيم تاعو، لكن الدلتا جينيرال ولا توتال ما عطاهاليش. دلتا توتال كيفاه نحسبها؟ نقولو هذا في هذا في هذا في هذا في هذا زائد هذا في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا، يعني تمشوا بشكل قطري. ها مرهم واش قلنا؟ قلنا 30 في 30 في 30 في 30 في 0، وزوجة 22.94 في 18.8 في 21 وكذا، الثالثة و 27.6 في 27.3 في 1 في 29.1، يعني تمشي بشكل قطري هكذا. تجمعهم راك تبدا تلقى قطر 1 2 3 4 5، راك تلقى خمس عمليات. ومن بعدها دير له ناقص وتفتح القوس الكبير ودير الزوجة، تروح تبدا منه، هذا الأول، هذا في هذا في هذا في هذا زائد هذا في هذا في هذا، يعني عملية زوج ثلاثة أربعة خمسة، يعني تمشي بشكل قطري. هاني راني كنت تشوفوا الحل هنا راكم تلقاوه بشكل قطري، يعني القيم اللي راك حسبتهم هاك وجمعتهم، والقيم اللي حسبتهم هاك وجمعتهم، تروح تنقص القيم الأولين نقص منهم القيم الثانيين. هاني وراني درت النتيجة، خرجت لي ناقص 11.350.20. إذن راني حسبت الدلتا، ولا عندي الدلتا ان دلتا دو دلتا تروا دلتا كات دلتا ساك اللي عطاهم لي في الاكسرسيس، والدلتا راني حسبتها. اذا نقدر نحسب لامدا ان لامدا دو لامدا تروا لامدا كات للمي. هاني نحسب بنفس القانون نفس العلاقه، يعني النتيجه اللي عطاها لي نقسمها على النتيجه اللي حسبتها انا، يعني لقيت انا القيم تاع لامدا ان لامدا دو لامدا تروا لامدا كات ولامدا ساك. السؤال اللي من بعده واش قال لي؟ قال لي استنى نشوفوه، قال لي استيمي لا فالور زاد زيرو. لا فالور زاد زيرو القانون نتاعها واش يقول لك؟ بالنسبه للكريجياج اوردينير هو لا سوم تاع اللامدا اي في الزاد اي، يعني عندك هام القيم عندك تاع اللامدا اي وها الزاد اي وين راهو، ها وعاطيها لك، ها وعاطيها لك، ها هاو زاد ان زاد دو زاد تروا زاد كات، يعني عاطي لك القيم تاعو. يعني واش دير؟ درت لامدا ان في زاد ان زائد لامدا دو في زاد دو زائد لامدا تروا في زاد تروا زائد لامدا كات في زاد كات زائد وهكذا، على حسب شراح عندك. وتحسب عندك 0.84 في 7، 7 راك تلقاها في الطابلو اللي عطاه لك، زائد 0.29 في 5 زائد 0 ناقص 0.09 في 8 زائد 1.35 في 6، ها من النتائج اللي حسبتهم. هاني خرجت المي ما تدخلش هنا لانه القانون هو شراح قال لي لا سومبر. السؤال اللي من بعده قال لي احسب لي لا فاريونس تاع الكريجياج، ومن بعد قال لي احسب لي الانترفال. القانون تاع الكريجياج اوردينير بالنسبه للفاريوغرام ها هو راه القانون، يقول لك لا سوم تاع لامدا اي في الفاريوغرام اي زيرو زائد المي، يعني لامدا اي واش عندك وراه لامدا اي؟ ها لامدا اي لامدا ان لامدا ان دو تروا كات، الفاريوغرام تاع الاي زيرو وراها باش كاه دايك باه نعودو كاع متفاهمين فيه. ها ورا هذا تاع لي زيرو، يعني هذا واش سموه؟ واحد زيرو، هذا واحد زوج، زوج زيرو، هذا ثلاثة زيرو، هذا أربعة زيرو، هذا خمسة زيرو. القانون ها واش راه قال لي ناقص، يعني احنا لامدا في الفاريوغرام تاع واحد زيرو زائد لامدا دو في الفاريوغرام تاع زوج زيرو زائد لامدا تروا في الفاريوغرام تاع ثلاثة زيرو زائد لامدا 4 في الفاليوغرام تاع الكات زيرو، ونزيدو له المي. القوانين هاي عندي هذه 0 فاصل، هذا 16 و 18 و 13 و 21 والاخرى ها هم وراها ما عندي، هم عندي هنا في لا ماتريس كي تشوفها 16 18 13 21 كذا، ونقصوا منه نزيدوا له حق قلنا نزيدوا المي، المي راه خرجت بالسالب صح ولا لا؟ لا يعني النتيجه هذه نزيدوا لها القيمه السالبه خرجت لي هذه تدخل لي واحد 46، نقصوا منها هكذا تدخل لي 26. النهار اللي حسبت انا لا فاريونس لازم قبل ما نحسب الانترفال لازم نحسب لي كارتيب، يعني هذا القيمه ندير لها جذر، يعني الكريجياج لي كارتيب تاع الكريجياج اوردينير هو لا راسين نتاع الفاريونس تاع الكريجياج اوردينير، هو معني يعني لا راسين تاع 26.38.
النتيجة خرجت لي 5.13. إذن الانترفال القانون تاع الانترفال ها هو راه يقول لك زاد يساوي زاد زيرو بريم زائد ناقص 2 في الكارتيب، يعني المجال تاع واش يولي؟ يولي زاد زيرو زائد 2 في الكارتيب. عفوا هذا يتعكس، يولي هذا الاول ومن بعده يروح هكذاك، يعني واش يولي عندك؟ يولي زاد زيرو، يولي زاد زيرو زاد زيرو ناقص 2 لكارتيب حتى زاد زيرو زائد 2 لكارتيب، يعني هنا يولي ناقص وهنا يولي زائد. حنا رايحين نخدمه زاد زيرو انا اللي حسبته قبيل ها هو راه هذا، حسبت 14 نحط ل 14. 2 في ليكارتيب يعني ليكارتيب هاني حسبته 2، ها واش راه قال لي العلاقه نتاعو؟ قال لي 2 في ليكارتيب يعني 2 في 5.13. المجال واش نقولوا؟ نقولوا هذه نقصوا منها 2 في 15 يعني 2 في 5 وشحال؟ 10. معناها 14 ناقص 10.26 تخرج لي 4.45. وهنايا المجال الزوج هو هذا زائد 2 في هذا، يعني 2 في هذه وشحال؟ 10، نزيدوها ل 14 تلك 14، يعني المجال تاع الثقة تاع زاد زيرو هو من 4.45 حتى 24. السؤال الخامس قال لك انتربريتي لي ريزولتا. حنايا كي نعودوا نلاحظوا، انا مادام حسبت هذا وحسبت هذا وحسبت هذا وحسبت هذا لمدا ان لمدا دو لمدا تروا لمدا كات، ومادام عندي الكريجياج اوردينار من لي كونديسيون يعني من الشروط نتاع الكريجياج اوردينار انه يقول لك انه مجموع لامدا لامدا هذو يساوي الواحد. بصح انا كي حسبتهم واش لقيت؟ لقيت لامدا ما لاسون تاع لامدا اي لامدا ان لامدا دو لامدا تروا لامدا كات، لقيتهم زوج. معناه واش نقولوا؟ نقولوا نلاحظ اون غوماك كو لا سوم دي كويفيسي دو بونديراسيون اي سوبيريور، يعني اكبر من الواحد ما يساويش الواحد، واش يساوي؟ زوج فاصلة واحد. دونك لا كونديسيون دو نوبيز يعني ما توافقتليش مع العلاقة، يعني ما هذا ماشي اوردينار ولا حاجة، يعني ما قبلليش الشرط نتاع الاوردينار. با ساتيسفير سي كو اكسبليكي لي في دو بيبيت. وهذا المشكل قال لك هو اللي داروا لي في دي بيبيت نتاع سي 0 10. ولي في دي بيبيت مادام راه ماء سائل دائما يقول لك يكون ليرور، هذا اللي صرا هو ليرور تاع دي ميزور يعني عن طريق القياسات وماهوش ايرور تاع ميكرو ريجيوناليزاسيون. هذا في الفرومارك تاعي، يعني انا في الرومارك واش قلت له؟ قلت له يا ودي راني حسبت اللامدات وكي جمعتهم ومادام عندي اوردينار راه يساوي الواحد، هذو اللي ما لقيتهمش يساوي الواحد. علاه؟ يعني ما دارليش نفس الشرط اللي راه يحتاجه الاوردينار. هذا يعني راه السبب نتاعو انه لي في بي بيت، اللي في بي بيت هذا مادام راه سائل يعني هو خطا نتاع قياس مش خطا نتاع ميكرو ريجيوناليزي. السؤال السادس قالك اذا كانت موديفيت انا زاد 1 زاد 2 زاد 3 زاد 4 زاد 1 زاد 2 زاد 3 زاد 4 ها مرة معطيك 7 5 8 6 مادام موديفيتم يا ترى يعني كش ما يغير لي ولا كذا؟ نقول له يا ودي ما يغيرش. علاه؟ لان الماتريس تاع السيستم تاع كريجياج قالك نو دي بون با دو فالور، يعني ما تعتمدليش على القيم تاع زاد 0 زاد اي. على من تعتمد؟ هي تعتمد لي على الفاريوغرام، معناها كون يتغير لي الفاريوغرام تتغير السيستم دو فاريوغرام، ما تعتمدليش على لي ديستونس يعني زاد زيرو زاد اي زاد اي. صح. السؤال السابع قالك استيمي لا زاد زيرو بالميثود دانفيرس ديستونس دي كاري. ها هو القانون تاع لانفيرس ديستونس، يقول لك لا سوم تاع واحد على دي اي مربع في زاد اي على لا سوم تاع واحد على دي اي مربع. هذه دي وشن هي؟ هي كيما نقولوا احنا دي اي زيرو، يعني هي المسافه بين كل نقطه معلومه والنقطه المجهوله. ها هاليك ساكسيس، يعني المسافه بين هذه وبين هذه، نروحوا للزوج بين هذه وبين هذه، نروحوا للثالث بين هذه وبين هذه، يعني بين الاكس ان والاكس زيرو والاكس والنقطه الزاوجه الدي الزاوجه الاكس دو والاكس زيرو الاكس زيرو النقطه الثالثه بالاكس 3 والاكس زيرو النقطه الرابعه الاكس 4 والاكس زيرو، يعني هذون هما اللي راح نحسبوا فيهم. ها هو
شتانا كتبنا؟ كتبنا واحد على دي واحد زيرو مربع في زاد واحد، حنقولنا في الزادين، زائد واحد على دي اثنين زيرو في زاد مربع في زاد اثنين، وعلى واحد على دي ثلاثة زيرو مربع في زاد تروى، على واحد في دي ربع زيرو في دي مربع في زاد ربعة مربع زاد ربعة، على واحد على دي واحد زيرو مربع زائد واحد على دي اثنين زيرو مربع، على زائد واحد على دي ثلاثة زيرو مربع، زائد واحد على دي ربعة زيرو مربع، نحسبوهم. إذن احنا لي ديستونس باش نروحو نحسبوهم بنفس العلاقة اللي قبيل، نفس العلاقة، وعاطي لي القيم. يعني هذا كي نعود نحسب بين الواحد وهذه، نقولوا هذه ناقص هذه مربع زائد هذه ناقص هذه مربع تحت الجذر، نلقاو المسافة بين هذه. نروحوا لهذه، هذه ناقص هذه مربع زائد هذه ناقص هذه مربع تحت الجذر، نلقاو النتيجة. وهكذا هاني دايرهم أنايا في هذا، هانا كاتبين، هاني كاتبهم، لقينا القيم 22 7 5 10 3. النهار اللي نقام هاني طبقت العلاقة ما درت والو، يعني درت نفس القيم هادون، ها هم 22 واحد على 22 مربع في 7 زائد واحد على كذا كذا، خرجت لي النتيجة 6.87 متر. السؤال الثامن قال لك كومباريزي لرستا، يعني النتيجة اللي راك لقيتها هنايا والنتيجة اللي راك لقيتها هنايا وراهي هذه 14، كومباريزي بيناتهم. لا كومباريزون نقولوا افيك الكريجياج اون تروف دي فالور، يعني قلنا له عن طريق الكريجياج لقينا قيمة الزاد هي 14، افيك يعني مع مجال ثقه هو 14.7 زائد ناقص 2 في ليكارتيب هو 5.13. دونك بي جوجي لا بريسيزي، يعني هذا يعطي لي الدقه نتاع الاستيماسيون بويسكيل اون فالور دو ليرور سو فورم داني كارتيب، يعني لانها تعتمد على ليكارتيب. على عكس لانفيرس دو ديستونس اللي عطاتنا النتيجه، يعني لا فالور 6.87 متر بونديراسيو دو لانفيرس ستونس دو كاري سون افواغ اوكا سيرتيتود دو لاكات، يعني لانفيرس دو ديستونس هذه شقال هاي عطات لي قيمه مباشره 6 وكذا بلا ما يعني اعتمدنا على الدقه نتاع ليكارتيب. في الاخير en conclusion on a des données faibles يعني لي قال لك البيانات في الاخير كي نعودوا نلاحظوا كل لقينا حنايا هنايا 14 وهنا لقينا 14، راك عارف نقولوا خلاص راهي البيانات يعني لي دوني اللي عطاهم لي ملاح، بصح مادام لقينا فيهم اختلاف كبير اذا لي دوني راهم فابل وكاي خطا في لي ميزور في الكريجياز ريسترا لي ميلور استيمي سون بيس. هذا واش كاين في الاكزاما، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.